انت شاري كم يا طارق؟ شاري نص ساعه؟ انا هسيب لهم 5 دقايق زكا عن عفيتك ماشي، عشان هم متاخرين. والحقيقه يعني ايرون ديفيشنسي ان تشيلدرن ذا اولد اند ذا نيو ستوري، المفروض سبلندد مشتريه من بحبح 30 دقيقه. السيمبوزيوم ده سبونسرد بسبلندد، سبلندد هي البروديوسر اوف ذا 40 فيرم اللي هو الليبوزومال ايرون. هنتكلم بسرعه شديده ان وان سلايد 5 فانكشنز الايرون. هيموجلوبين بيشيل اكسجين، مايوجلوبين للي عنده عضلات مش انا، اميونيتي كو فاكتور فور انزيمز، وكوجنيشن. طب الايرون ديفيشنسي دبليو اتش او بتقول تحت 5 سنين لو السيرم في الريتين اقل من 10 يبقى في ايرون ديفيشنسي. طب لو الكلام ده معاه هيموجلوبين اقل من 11 يبقى اسمها ايرون ديفيشنسي انيميا. طب وفوق 5 سنين الارقام بتتغير، 11 ونص من 5 ل 12 سنه، ثم 12 ثم 13 للي فوق 15، البريجننت وومن ينزل ل 11 تاني. ده الكات اوف ليفل اللي بنحط الهيموجلوبين بتاعه واللي بنقول فيه انيميا ولا ما فيش. نظريا الكلام الخايب، كان انت معاك مقاس هتقيس بيه الستاندرد ديفيشن، هيموجلوبين تحت 2 ستاندرد ديفيشن بقى اسمه انيميا. مش كل الانيميا ايرون ديفيشنسي، ومش كل الايرون ديفيشنسي معاه انيميا، لكن غالبيه الانيميا ايرون ديفيشنسي. وبفكرك افتكر ال 11 جرام هم الهيموجلوبين. هاو كومن الترندز اخبارها ايه؟ في عندنا اعداد مهوله بالمليارات، 2.3 بليون بيبل في العالم عندهم ايرون ديفيشنسي. في الدول الناميه 40%، في الدول المتقدمه 20%. 40% ده رقم مرعب. تعالى لو نبص الدول المختلفه كده، مصر في 2014 كانت تقريبا 45%، فكانت سيفير لكن الحمد لله قلت زي ما هوريكم بعد كده. الاردن وفلسطين احسن ارقام، مصر والسعوديه وسوريا في الاربعينات كلهم، اليمن مصيبه سودا دايما فوق 60، والسودان زيه. لو حطينا كده هوت هتلاقي الارقام كلها دمها تقيل. كلينيكال مانيفستيشنز اهم، كلنا حافظين كلينيكال مانيفستيشنز، مش هنعيدها، مش هنقول في حاجات اللي على ايدك الشمال فوق، الفاتيج والتاكيكارديا والهيدك والشورتنس اوف بريث، كل الكلام ده بسبب الانيميا والهايبوكسيا. يجي البالور، يجي امبيرد جروث، الفاتيج، الضوافر البايظه. لكن انا هممني اللي تحت شمال ده، المود والاتنشن والكوندكت والاريتابيليتي. العيال الايرون ديفيشن دول عيال غلابه، بتتضرب لاسباب كتيره. البيهيفير بتاعهم بيبقى ابيرنت ويفتكروه واد قليل الادب، وذكائه واطي فيفتكروه غبي، والاميونيتي بتاعته بتبقى واطيه. ليه؟ الايرون مهم جدا كاسنشال كو فاكتور في الانزيمز اللي بنسميها الهابي كيميكالز، اللي بتعمل لك السعاده والنوم والفرحه والبهجه. تمام؟ يعني دي كلها كو انزيمز مهمه جدا. ولو انت مبخت وعندك الكو انزيمز دي والحديد حلو، هتبقى مبخت وسعيد جدا جدا. زي طب في راي بيقول ال 40% نقص الحديد اللي موجود في مصر قد يكون له علاقه بالشخصيه النكديه المصريه المعروفه. وانا ازعم ان الحديد مش هو السبب الرئيسي. احنا بنتهم الستات ان هم نكديين، رايي الشخصي ان اكتر سبب لنكد الستات هو الجواز من الرجال. تمام؟ فالرجال الحقيقه يجيبوا النكد. نرجع تاني للاطفال، شوفوا القاعه كلها ستات يا طروق، كلها ستات. العيال الاطفال الريتابيليتي والديسرب كل ده بيبقى سببه ايرون ديفيشنسي احيانا. وبمنتهى البساطة احنا نتهم الواد امه ما عرفتش تربيه، لا، هو في شوية حديد. للأسف لما تيجي تبص على السايكولوجيكال امباكت تلاقيه مستمر. للأسف حاجة غريبة جدا ان شوية حديد ناقصين في انفانت يخليه خواف وقلق وانهبي وما بيضحكش وبتاع، وبعدين تدخل في البري سكول تلاقيه مش ناوي يلعب، الريتابل ليس اتنتف، ويكمل معاه ويبقى اكتر عرضه للانحرافات، سبستنس ابيوز برضه. هل
كمية انتشار الحشيش في مصر ليها علاقة بالايرن ديفيشنسي لانها nobody knows. هو شعب غريب الاطوار. فممكن يكون الحديد is contributing. ندخل في الكوجنيشن المتفق عليه. الكوجنيشن يعني attention, memory, thinking, learning, perception. والمتفق عليه if you are iron deficient هتصاب والعياذ بالله في الحاجات دي. ولما تصاب فيها للأسف مش هتتصلح لما يبقى. إذن الإفكتس are permanent long term. وفي studies كتيرة قوي في الإنفانس وفي البريسكولرز ومليون study بتقول الايرن ستاتس ان ايرلي لايف از ريليتد للكوجنيشن واحيانا للبيهيفيرز. ده مش كلامي, ده كلام حتى ال WHO. طيب هل ممكن, لاننا شايفين في حاله من الحماقه على مستوى العالم, وهل ممكن الحديد ده, بص لي الغباوه, لندن اولمبيكس ويل تيك بليس ان لندن. نعم ارحمك. طب ما طبعا لندن اولمبيكس ويل تيك بليس ان لندن بيفكرني بالراجل ده, فاكرينه شهداء 25 يناير ماتوا في احداث يناير. ها لازم تفكر لما تلاقي حاله من الغباء المستعصي قد يكون في ايرن ديفيشنسي. اهو اتفرجوا النبي, جريده الوطن, البطاطس تعاني من الاكتئاب الشديد. يا اخوانا الرحمه حلوه, يعني ايه لقوا البطاطسايه معوجه في السبت مثلا مديه لل, يعني ها لازم يبقى فيه رحمه ارجوكم في الحاجات. نرجع للإميونيتي. افتكر الثلاثة آيز, آيرن, إميونيتي, إنفكشنز متفق عليه, سيلولار إميونيتي, فاجوسايتوزيس بيبقوا أفكتد. If you correct the iron deficiency, you correct the immunity. هي ليه بقى مشكلة الحديد؟ أنا أوعى من أيام ما كنت في الابتدائية بنتكلم عن الايرن ديفيشنسي, تمام؟ فحبيت أشوف يا ترى ليه هي موجودة؟ هل هو الجهل؟ الحقيقة لا. حتى في مبادرة رئاسية عن الحديد. ده مش بس كده, ده كل الأساتذة ادوا محاضرات في الحديد. طارق الشيخ وإخواته كلهم جابوا كل العظماء دول وجابوا طارق بركات أهو بما يرضي الله يطروا. طارق بركات, والله يا طارق كان مكتوب بما يرضي الله تحتها, مش عارف ما ظهرتش ليه. تمام؟ شوف نيتك كويسة اختفت من على الشاشة. كل الناس دي ادت محاضرات مش كده؟ كلكم حضرتوا لكل الناس. اهو مصطفى السعيد واحمد بدر قاعدين يتكلموا في حاجه ملهاش علاقه طبعا بالحديد, لكن في النهايه ايه, كل الناس دي ادت محاضرات. يبقى هل هو جهل بالمشكله؟ الاجابه لا. طيب هل الحديد الريكويرمنتس كتير قوي مش عارفين نديها؟ الحقيقه لا. تعال بص الريكويرمنتس كده, في حاجة اسمها الاستيميتد افريج ريكويرمنتس اللي بتساتسفاي 50%, وحاجة اسمها الار دي ايه بتساتسفاي 97-98%. بص لي كده في أول ست شهور أنت محتاج الطفلة دي 0.27, أقل من ربع ملي جرام. طب بص لي بعد كده من 7 ل 11. طب بص لي لما البنات كبرت وابتدى يحصل البيريودز بتاعتها, البنات احتاجت 15, يعني أرقام صغيرة قوي. 15 ملي جرام ايه اللي خايف منهم ده؟ إذن هل الكميات كبيرة؟ الحقيقة لا. احتياجاتنا من الحديد قليلة. وليه احتياجاتنا قليلة؟ لأنه ما بيخرجش من الجسم بالساهل, بيدخل, لو دخل ما بيخرجش زي القرادة كده, تمام؟ وبالتالي ما ينفعش إنه يبقى إيه؟ إنه يبقى كميات. طيب هل الايرن افيلابيليتي, تمام؟ في شوية ترمينولوجيز. التوتال ايرن كونتنت اللي موجود في الأكل, الإلمنتال ايرن هو الجزء اللي هيبقى أبزوربت, تمام؟ فلما أقول الفرة السلفيت انا يهمني الجزء الفرس ده هو اللي هيبقى ابزوربت. الابزوربشن كلنا عارفين اللي هو حاجه تطلع من الانتستين اليومن تدخل جوه البلاد. والبايو افيلابيليتي هو الجزء اللي فعلا كان بيوتيلايز. يبقى في فروقات بالكلام ده اهو. كل سولت له اليمنتال ايرون خاص بيه. لما اتكلم فرس ساكسينيت 35%, فيوماريت 33%, فرس سلفيت 20%, and so on. هذا الرقم ثابت لا يتغير. يبقى الاليمنتال ايرون بتاع السولت ما بيتغيرش, مرتبط بيه. امال اللي انا بستفيد منه بقى فعليا البايو افيلابل, ما هو في حاجات اسمها انهانسرز بتزود الابزوربشن, في حاجات اسمها انهيبيتورز بتقلل الابزوربشن, في ديزيز ستيتس او كونديشن جوه جسم العيان بتاثر على الابزوربشن. يبقى مش كل الاليمنتال ايرون هيبقى بايو افيلابل. ادي الاكل اللي فيه حديد, حاجات كتير قوي على فكره,
ليفر بس ما فيش حامل تاخد ليفر. الكبد الكبده ممنوعه في الحوامل. الريد ميت الفول الجرين ليفي فاد نات مليون حاجه جواها حديد. طيب اهو تخيلوا كل دول فيري ريتش. كل دول الدرايد فروتس المشمش والقراصيا والزبيب وكل ده والناتس. إذن الحديد موجود، ما عندناش مشكلة في الأفيلابيليتي. ده مش بس كده، السيريالز بتبقى فورتيفايد، الصوي بينز فيري ريتش إن آيرن. يبقى هل هي مشكلة الحديد في الأفيلابيليتي؟ الإجابة لا، ما فيش مشكلة في الأفيلابيليتي، الحديد موجود وأنا مش محتاج منه كميات كبيرة. أما المشكلة إيه بقى؟ تعال نشوف حتة البايو أفيلابيليتي. الجملة دي جميلة جدا. In spite of the relative abundance in the environment and the relatively low daily iron requirements, iron is often a growth limiting factor في النيوتريشن. طيب ادي الحديد قلنا موجود في كل دول. للأسف في حاجات اسمها inhibitors. بصلي بقى الانهيبيتورز دول، كل الحاجات دي inhibitors، فايتيتس واوكزاليتس وبوليفينول وكالسيوم. طب ما تيجي نشوفهم على الطبيعة، تصدق ان كل دول بينهبت الايرن ابزوربشن؟ يبقى انت تقول لي السبانخ مليان حديد. لا هو مش مليان، من باب العلم هو زيه زي الجرجير، كل الحاجات الخضراء زي بعض، لكن كل دول جواهم حاجات تانية تمنع الامتصاص. يبقى انت بتاخد حاجه فيها حديد لكن ما بتستفادش من الحديد. This iron is not bioavailable لان كل الحاجات اللي قدامك ديت بتنهبت the iron absorption. امال ايه اللي بيزود؟ الاسكوربيك اسيد والميت والبولتري والفيش. سبحان الله البيض واللبن يقللوا امتصاص الحديد. طيب دي الريفرنسز على فكره لانكم مش هتشوفوها لانها كانت الريفرنسز قصيره. طب ايه الحاجات اللي في البني ادم نفسه اللي تاثر على الحديد؟ الايرون ستاتس. لو انا عندي حديد كفايه الحديد مش هيمتص، لو انا عندي نقص الحديد هيمتص. نيوتريشنال ديفيشنسيز، infections وinflammations. للأسف بتقفل الاستفادة من الحديد. عشان كده لو واحد عنده inflammation والأوبيز اللي هو some sort of inflammation بيستفادش قوي من الحديد. طيب هذه برضو الريفرنسز. اللبن البقري، كلنا بنقول اللبن البقري ما فيهوش حديد كفاية. الحقيقة مش حقيقي، اللبن البقري زي لبن الأم فيه حديد. المشكلة في البايو availability مش في الافيلابيليتي. البايو افيلابيليتي في لبن الام الحديد اللي فيه 48%، اللي في لبن البقره 19%، رغم ان الكونتنت هي هي. ليه؟ ليه؟ لان الانهيبيتورز والانهانسرز مختلفين. اللبن البقري فيه كتير من الانهيبيتورز وفيه قليل من الانهانسرز. تمام؟ عشان كده رغم ان الكميه هي هي انما ما بيستفدش من اللبن. عشان كده الاسباجان قال لك ايه؟ كاوز ميلك از بور ايرن سورس ومحتاج تاخد سمول فوليومز. وات دو يو مين باي سمول فوليوم؟ التودلر ما ياخدش اكتر من نص لتر في اليوم، ممنوع انه ياخد. يبقى هل في مشكله في البايو افيلابيليتي؟ الاجابه ايه؟ يس. هل في بور كومبلاينس للكونفشنال ايرن ميديكيشنز؟ تعالوا نشوف كده بيتكلموا، بيقول لك انفورشنتلي الحديد العادي اسوشيتد وذ ادفيرس افكتس مينلي GIT, metallic taste, constipation, vomiting, heartburn, they are likely due to the direct toxicity of the unabsorbed iron. والميتا-analysis بتقول كده، بيقول لك الريدكشن في الادهرنس نتيجة لهذه السايد افكتس بيؤدي إلى أن الافكتس بتضيع. ده مش بس كده، بيتكلموا على الايرن اللي موجود له افكت على الميكروفلورا، البروبيوتكس والميكروفلورا اللي الدكتورة ياسمين كانت بتتكلم عليها، بيدخلني في ديس بايوزز. كل ده بسبب الحديد الكونفنشنال اللي بيفضل جوه الانتست. يبقى هل في بور كومبلاينس للحديد؟ اه، كلنا سمعنا يا دكتور بيسود سنانه، يا دكتور مش عارف بيعمل له امساك يا دكتور. طيب تعالوا نشوف بقى الدبليو اتش او ليها ريكومنديشنز على الدول، كل دوله حسب كميه النقص. هل احنا بننفذ الريكومنديشن دي؟ الاجابه لا، الحقيقه اغلبنا كمان ما يعرفهاش وبالتالي ما بننفذهاش. يبقى الخلاصة we have a problem in the compliance to the guidelines. طب تعالوا، هل في احتمالية نغير قواعد اللعبة؟ اه، كلنا طلعنا ان في ايرن في الرس وفي الرك، ما يهمنيش اساميهم. الدايتري ايرن هيم ونون هيم برضو ما يهمنيش. الهيم بيمتص بسهل جدا ثرو حاجة اسمها هيم كارير بروتين،
مش بيعدي من الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر. ادي النون هيم ايرون بيدخل من هنا من الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر، الهيم ايرون بيدخل من هنا، الريسبتور ده بيدخل كل الدايفيلنت ايرون، بيدخل كالسيوم وكبر وايرون ومليون حاجه، ففي خناقه في الجيت دي، انما الجيت دي سلكه شويه لكن لوحدها مش كفايه. طيب تعالوا نشوف بقى الجيم تشينجرز اللي هو الانواع الجديده من الايرون اللي انا هتكلم على اللايبوزوم. الراجل ده هو اللي اكتشف اللايبوزوم الايرون، الحقيقه اسمه اليك دوغلاس بنجان، وده الصوره بتاعته اللي رسمها ابن اخوه، صوره تيبيكال العظيم الدكتور فاضل شلتوت، اعظم من رسم بورتريز في مصر، اعظم من رسم البورتريز. شايفين المنظر؟ دكتور ابو الغار، مجدي يعقوب، دكتور فوزان، دكتور فتحي خضير، دكتور عادل حسني الله يرحمه، نبيل عرفة الله يرحمه، المرسم بتاع الدكتور فاضل وصورتي مع الدكتور فاضل اللي رسمها لي وتشرفت بيها. نرجع لللايبوزوم، سمول فيسيكلز مدوره، حجمها صغير قوي. يعني ايه حجمها صغير؟ تخيل ان ده 1 مليمتر، ده مايكروميتر، هاخد المايكروميتر اكبره، ده النانوميتر. تخيل قد ايه الفيسيكلز دي صغيره، 1 نانوميتر، 1 على مليون من المليمتر. طلعوا بقى حاجه صغيره جدا، ليها كور في الوسط هيدروفيليك ايكواس، وليها بره لير بالليبيد باي لايرز في الاوتسايد. باخد الدراج المشكوك فيه اللي عنده ايفيكاسي بروبلم او توكسيستي، توكسيستي دي بتبقى الكيموثيرابي، والايفيكاسي بروبلم زي الحديد عندي بايو افيلابيليتي ايشو، باخده بحطه جوه اللايبوزوم وبستفيد منها انها بتدخل من سكه تانية خالص زي ما هنشوف حالا. اقدر اشيل على اللايبوزوم دي حاجات هيدروفيليك وهيدروفوبيك. اكتر حاجه انفستيجيتد في النانو بارتكلز هو ده، في 4 ميكانيزمز بيشتغلوا. اول حاجه سمبل ادزوربشن في الانتيرو سايت، اهي ادي اللايبوزوم، تيجي تطلع الحديد من بره. على فكره الشركات بتفرح قوي بده، دي اقل حاجه ليها اهميه. ليه؟ ما هو الحديد موجود، ما احنا قلنا من الاول ما يهمنيش ده، هو المشكله ما بيدخلش. انما المهم جدا الاندوسايتوزز بتاع الام سيلز والانتيرو سايتس انها بتدخل اهي باي اندوسايتوزز وتطلع الحديد سواء الام سيلز او الانتيرو سايتس. ثالث حاجه اللي بنسميها فيوجن اوف ذا ليبيدز، رابع حاجه اكسشينج اوف ليبيدز. 4 ميكانيزمز يا اخواننا بيدخلوا الحديد اللايبوزومال، كلهم بيدخلوا، وبالتالي الايرون ديليفري ما عندش محتاج لدايفيلنت ميتال ترانسبورتر ولا محتاج هيم كارير بروتين. طيب ادي الام سيلز، انا بمشي بسرعه لان فاضل اقل من 2 دقيقة. ادي الام سيلز موجوده اول اوفر ذا انتستين، شغال. اديت 35 ماشي خلص، وائل هتاخد منه 5 زيادة، اوكي. طيب وادي الام سيلز اللي بيدخل منها اللي فيها الاندوسايتوزز، الام سيلز موجوده اول اوفر ده جي اي من فوق لتحت. ايه يا وائل منو في زيك؟ مفيش فايده، مش هتطلع بحاجه. يبقى ادي الام سيلز بتختلف لكن هي الابزوربشن. بيدخل بقى اللايبوزومال ايرون من الام سيلز بالبروسس اللي اسمها اندوسايتوزس. بص لي الكتاب بيقول على الادفانتج اوف لايبوزومال ايرون، كويكر ابزوربشن ريستوريشن اوف ايرون كونتنت، يقعد يكلمك كلام تخين. نو اندكشن اوف اوكسيديتيف دامج، الحديد اللي موجود في الانتستين لما ما بيمتصش بيطلع راديكالز، اوكسجين راديكال بيبوظ لي الدنيا في الانتستين. ابزوربشن وذ امبروفد كاباسيتي، فيزيكال ستابيليتي. هيطلع واحد يقول لي حتى ابوك ما تجيبليش الكلام التخين ده، هات من الاخر. حاضر. الادفانتجز هاير ابزوربشن، بيتر باي افيلابيليتي، انكريز ديليفري تو ذا سيلز، ديكريز جي اي تي سايد افكتس. اللي بيوقف حال الايرن العادي فرس والفرك هو الايه؟ سايد افكتس، مش الافيكاسي. سايد افكتس اساسا ولور افيكاسي، انما في البريباريشن اللايبوزومال زي الفورتي فيرم ده. مش بس كده، راح عم طارق حاطط عليه شويه فيتامين سي. ليه؟ عشان يخاف. ايه ما دواه فاضل دقيقه. ده سيجنيفيكانت انكريز، دفع ماشي. يبقى اذا حط لك فيتامين سي لانه انهانسر، عشان كمان تستفيد بكل حديد موجود. الخلاصه، ايرون اند ايرون ديفيشنسي ار لونج ستاندينج هيلث بروبلمز، كونكرد اول ذا ايفورت. بقالنا 100 سنه بنتكلم على نقص الحديد، الحقيقه سبوبه حلوه، الشركات تدفع اونوراريوم وتعشي الدكاتره والحديد ما بيتحلش. تمام؟ ايه مستكوزه؟ حاضر ماشي. ده انت داخل على طمع يا وائل.
Iron deficiency and iron deficiency anemia has long and term, short term health effects. بعضها مش هيتصلح لما تصلح الايرون. التراديشنال ايرون بريباريشنز بنتكلم عليها بقالنا 300 سنة. لكن في سايد افكتس تخلي العيان يبطل، يوقف العلاج، تريتمنت فيلير، كله بايظ. عندنا مشاكل بس مش مشاكل في الافيلابيليتي. الحديد موجود بثلاثة ساخ في كل حاجة، لكن البايو افيلابيليتي هي المشكلة. والنوفل اورال ايرون فورميوليشن زي اللايبوزوما اللي بنتكلم عليه اللي هو الفورتيفيرم بيدينا الاطباق بيتر بايو افيلابيليتي، هاير ابزوربشن، انكريز ديليفري، اند ديكريز سايد افكت. ثانك يو فيري ماتش. ألف شكر للأستاذ الدكتور أحمد البليدي على المحاضرة الجميلة. أنا آسف على الدقيقتين اللي تأخرتهم. لا آسف. هي فكهة المحاضرات، الحلويات بتاعة المؤتمر. بس أنا زعلان من حضرتك بقى، أنت كنت بتجيب لنا صور حلوة، جبت لنا أمينة رزق المرة دي، ما جبت الصور من الحاجات التانية. أنا جبت لك رجينة، ورجينة دي مش هينة على فكرة. أنت شفتها وهي بتقول لأحمد زاهر يا توحة، دي كفاية توحة دي. تفضل. رجعينا على فكرة حلوة. ماشي. شكرا لدكتور محمد زنون، استاذ الدكتور محمد زنون، دكتور وائل على الدعوة الكريمة.